اهلا وسهلا يا سعد بيه، اتفضل. انت فاهماني غلط، انا ما بحبش القعاد ولا الرغي، انا جاي اسمع اللي عندك اوام وامشي. طبعا ما قلناش حاجه، بس مش معقول يعني تبقى في بيت ابن عمك المرحوم فوزي الدهلي وما بتشربش حاجه. بقولك ايه، انت عجبتيني لما كنت دغري في التليفون، جو السهوكه والحاجات دي ما بحبوش، خليكي دغري زي ما كنتي. حاضر، ولو اني يعني اختصري يا مدام. حاضر، حضرتك تقدر تسالني الاسئله اللي انت عايزها كلها وانا هجاوبك عليها بمنتهى الصراحه لحد ما تتاكد من اللي انت جاي عشانه. انا مش جاي احقق معاكي، انا جاي اعرف معنى جمله قلتها لي في التليفون. يعني ايه ربنا كفاني شر خليفه هنداوي على ايد فوزي ابن عمي؟ كذب. بقول لك ايه، انا مش هسمح لاي مخلوق في الكون يشوه ذكرى فوزي ابن عمي. انا من الاول عارف انك نصابه، بس انا جاي عشان اعرف اخرك. الله يسامحك، هدي نفسك بس شويه يا سعد بيه، وانا كمان متاكده انك ما جيتش لحد هنا الا لانك متاكد اني مش كدابه. لو عندك دليل على الكلام ده اثبتيه. دليلي هيكون ضميرك اللي هتحكمه بعد ما اقول لك كل اللي عندي وتتاكد انه مظبوط، واللي متاكده برضو انك مش هتوافق ابدا تاكل حق اليتيم ابني سعد وابن المرحوم فوزي الدالي اللي صمم انه يسميه على اسمك من كتر حبه ليك. اليوم ده كان فوزي عصبي جدا ومرتبك، جاله كام تليفون لخبطه كيانه، وفين وفين لما سمع كلامي ودخل ينام عشان يهدي اعصابه، وفجأة رن جرس التليفون، رن قلقتنا من النوم. ليش بالك، نامي نامي انت. انا ازاي بس في الازعاج ده؟ دلوقتي اسكت يا رشا. فوزي شكلك عارف مين بيتكلم ومش عايز ترد عليه. ردت الميه زورك يا بعيده. رشا نامي، انا مش ناقصك. اهو سكت اهو، خلاص ارتحتي؟ تخمدي بقى، اظن مفيش هدوء في الدنيا اكتر من كده، تخمدي. طب وانت مش هتنام؟ عد ليلتك يا بنت الناس بدل ما عد صوابعي في زورك. عد ليلتك يا رشا وسيبيني في اللي انا فيه. انا مش فاهمه في ايه؟ مالك يا فوزي؟ مش طايق لي كلمه من الصبح ليه؟ عملت فيك ايه كل ده؟ رشا بقول لك ايه؟ قلت لك ان انا مش ناقصك، عليا النعمه من نعمه ربي، لو ما حطيت لسانك في بقك وانكتمتي خالص لا اكون مدشدش دماغك بالحجرين اللي انت طيرتيهم من نافوخي. وانت عارفه فوزي التاني لما يقلب، عارفه ولا لا؟ عارفه. الو. لا لا لا، مش نايم انا صاحي، مفيش قلق ولا حاجه. ايه كلمك تاني؟ وهو في الفيلا لوحده دلوقتي؟ انت متأكد؟ طيب ماشي ماشي، سلام. بعد ما قفل اللي بيكلمه الفار لعب في عبي، ولما لقيته بيبص ناحيتي عملت روحي نايمه، لقيته بيتسحب وبياخد التليفون ورايح بيه على بره. والشيطان صور لي ساعتها انه طلع يكلم حد من البنات الاسكارتة اللي كان بيعرفه، ما سمعتش المكالمة من اولها، بس لحقته وهو بيقول جهز الرجالة واستنونا على نص شارع المواردي من ناحية القصر العيني. لا يلا بسرعة، يا دوب مفيش وقت. بقول لك ايه، اقلب لي الدنيا على البيت الثانية، هتقع معاكم، تكون موجودة قبل منكم. ايه مالكش صالح انت، نفذ اللي بقولك عليه يلا. ولقيته بيلبس وعايز ينزل. طب وثانية اللي سمعته بيطلب من رجالته يجيبوها له؟ ايه مطرت من السرير كده ليه زي ما كل دغيتك عربة؟ ممكن افهم انت بتلبس كده ورايح على فين؟ يا
ارجع فرشتك ونام يا رشا بدل ما نيمك النومه الابديه كده. برضو يا فوزي الحق عليا اني سبت الولد مع خالته وجيت معاك على هنا عشان ما هنش عليا اسيبك وانت متضايق وتعبان تقوم تهزقني وتسيبني وتروح لواحده تانيه؟ ايه؟ واحده تانيه؟ واحده تانيه مين؟ الست ثانية اللي طلبت من رجالتك انهم يجيبوها لك وتبقى هناك قبلك. كان اول مره في حياته يمد ايده عليا فيها من يوم ما عرفته. بعدها خرج وعمل اللي عمله وسافر اسكندرية مع ابنك باسم. ها مصدقني ولا تحب اقولك امارة تانية انا شفتها بعيني وعمري ما شفت فوزي الدالي قبل كده عملها قدامي. اللي هي ايه بقى؟ دموعه كان بيبكي زي العيل الصغير لدرجة نسي اللي عمله فيا وجالي وترجاني اروح معاه الاستراحة. فوزي جرى ايه؟ هو انت تضربني وبعدين تيجي لحد عندي؟ اركب يا رشا. اركب ايه بس؟ واختي اللي قاعده فوق دي قلت لها هنزل اخد ودي معاك كلمتين وراجع على طول. اقول لها ايه يعني؟ رشا انا مش ناقص، انا اللي فيا مكفيني. ارجوكي اركبي يا بنت الناس، انا محتاج لك يا رشا، محتاج لك. محتاج لي؟ مالك يا فوزي؟ فيك ايه يا اخويا؟ قولي مالك؟ انت بتعيط يا فوزي؟ وانا اللي ظلمتك وقلت ان لا يمكن ابدا هشوفك في يوم من الايام وانت مدمع. فضفض فضفض عشان خاطري قولي مالك. اول مرة في حياتي اغلط في سعد ابن عمي. ازاي؟ حصلت خناقة كبيرة بينه وبينه قدام باسم ورفق عزيز. وانت ازاي تسمح لهم يقبضوا على ألفة ويحققوا معاكم بالشكل ده؟ جرى يا فوزي؟ ما توزن كلامك، بقى له ميزان ان شاء الله، ميزان الخوف والاستكانة. للدرجات العيلة بقت ضعيفة يا سعد؟ نتاخد زي المشبوهين ويتحط في ايدينا الحديد ونتعامل زي اي حد عادي كده؟ بعدين يا فوزي؟ لا بعدين ولا قبلين، انا جاي من مشوار جامد صد رد ولازم استريح شوية. فوزي تعدي على أمن الدولة قبل ما تروح بيتك؟ لا لا يا سعد، أنا مش هروح وأعلى مفخلهم يركبوه. انت رحت له لحد عنده بنفسك عشان ما ينامش وهو زعلان منك. عارف أنا جيت لك ليه دلوقتي؟ قولي ليه؟ عشان تثبت لي انك احسن مني وان انت الكبير على طول وان انا اللي غلطت في حقك وتطاولت عليك قدام الناس ومع ذلك جيت لغيط عندي برجليك عشان تقول لي انا سامحتك. فوزي انا اللي خلاني اجي لك دلوقتي اكبر بكتير من الكلام اللي انت قلته واقوى من صله الدم اللي بيني وبينك. انا عمري ما بصيت لك انك ابن عمي او شريكي اللي بيقاسمني في الربح والخساره. 38 سنة واحنا في وش بعض، تعبنا وشقينا ووقعنا وقمنا ووقعنا تاني ونمنا في الشارع في عز البرد عشان نحرز شوية الخشب اللي بنشتغل بيهم في المقاولات، وقبلنا عمليات بالخسارة ووفرنا من أكلنا وشربنا عشان نقدر نقف على رجلينا في السوق ونقول لكل الناس احنا اهو. وقلبت المواجهة على بعض. لحد ما جالي وبكى زي ما قلت لك قبل كده. لسه شاكك في كلامي؟ تحب أقولك فوزي الدالي عمل كده عشان مين؟
ألفت. مراتك فوزي الدالي ما حبش في حياته حد غيرها. صدقني صدقني انا مقدره اللي انت فيه، بس انا مش كدابه. انت كل كلامك من اوله لاخره كدب. فوزي الدالي على الشريف ومات شريف، والست اللي انت بتجيبي سيرتها بلسانك اللي محتاج قطعه ده اشرف ست في الدنيا. انا قلت حاجه تعيب مراتك؟ انا قلت انها بتحبه؟ لكن فوزي الدالي، فوزي الدالي محدش غيرها. صدقني دي حاجه تجرحني وتوجعني اكتر ما توجع حد تاني. اكتر حاجه في الدنيا تجرح كرامه الست وتحسسها انها مذبوحه لما جوزها اللي بينفس ريرها كل يوم يبقى عقله وقلبه في حته تانيه. صدقني انا عشت متعذبه متعذبه كتير، لكن لو كان عايش لحد دلوقتي فوزي الدالي انا مش عارفه كان ممكن اعمل فيه. اللي لو السمعة بني ادم مات عشان مش قادر يدافع عن نفسه، واللي لو السمعة ست شريفه عشان يوصل للفلوس مهما كانت قيمتها، يبقى احقر انسان قابلته في حياتي. واعملي حسابك محدش هيصدر لي غيري. انا ما بتهددش يا سعد بيه، ويكون في علمك لا انا هاخد حق ابني اليتيم مهما حصل. يا خساره، انا كان فكري ان انت بني ادم عادل، لكن طلعت ظالم. ما يهمكش حاجه في الدنيا غير مصلحتك ومصلحه عيله الدالي، شكلكم وبس. انا هاخد حق ابني مهما حصل ومش هخاف. اللي في قلعه كان فضيه، طول ما انا عايش مش هتطولي مليم واحد من فلوس عيله الدالي. في الحقيقة ده كرم زايد عن الحد. أنا كان يكفيني تليفون صغير من حضرتك بعد ما تقرأ الجرايد، إنما حضرتك تسيب أعمالك وأشغالك وكل المواعيد المهمة اللي حواليك وتيجي بنفسك لحد هنا، ده كتير حقيقي، ده كتير عليا قوي. اوعي تفتكر ان انا جاي اقعد واخد ودي معاكي في الكلام، تبقي غلطانه. انا بعد مكالمه التليفون قريت اللي في الجرنان، الحسبه بانت. حسبتك خسرانه يا مدام. حسبه ايه يا سعد بيه؟ اسمح لي مش الاول اعرف ايه الحسبه عشان اعرف اذا كانت خسرانه ولا كسبانه؟ ابتزاز حقير من شخصيه حقيره بتستغل الظروف، مؤايده شيء بشيء. بس انا ما طلبتش منك حاجه. ومين قالك ان انا هديكي حاجه؟ حقي وحق ابني هاخده غصب عن أي حد وبالقانون. للأسف أنت حسبتها غلط خالص يا سعد بيه. أنا بس حبيت أشوف أخلاقك ومبادئك لحد فين. حبيت أشوف سعد الدالي الراجل العصامي اللي بنى إمبراطورية بالعرق والشرف والكفاح، هو وابن عمه فوزي الدالي. يا ترى هيكمل بقية حياته بنفس مبادئه، ولا هيبيع ويتخلى عن كل حاجة عشان خاطر العيلة؟ قصدك ايه؟ هتقدر تروح للبوليس تقول لهم على الحقيقه اللي انا وانت بس نعرفها، تنقذ بيها بريء من حبل المشنقه، ولا هتسيبه يضيع ضحيه لعيله الدالي؟